السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نتابع المحاضرة الثانية في كلينيكال إميونولوجي كورس بعنوان تيومر إميونولوجي. بنحاول نجيب على السؤال ليش الكانسر ما زالت مشكلة مستعصية. صحيح العلماء بيقولوا في الحديث هذا في هناك سببية رئيسية. السبب الأول إنه الكانسر سيلز تمام هي عبارة عن سيلز ماي اون سيلز، يعني السيلز بتاعت الجسم مش جاي سيلز غريبة في داخل الجسم. هذا إشكالية. الإشكالية الثانية إنه عملية الإكسبريشن للأنتيجينز بتاعت التيومر سيلز أبروكسيميتلي ويك إكسبريست في عملية الريكوجنيشن للإميون ريسبونس، وهذا اللي بيخلي موضوع الكانسر فيه تعقيدات. إذا الكانسر ككانسر هو عبارة عن كلون او سيفرال كلونز. هذه الكلونز تستقل بدايتها، بمعنى بتكون عباره عن اندبندنت من ناحيه السيل جروت، من ناحيه السيل سايكل ريجوليشن، اوكي، وبتتحول في الحاله هذه الى نيوبلاستيك سيلز، تمام، او بيحصل لها عمليه ترانسفورميشن او كارسينوجينيسيس. من ضمن الشغلات ممكن تكون عباره عن اكسترنال افكت ذات ميك ذيس سيلز تو بي از ا كانسر سيل، تمام. ممكن نتعرض لخلايا كيميكال كارسينوجينيك راديشن، ممكن سيرتين فايروسز تحول لي سيرتين بروتو اونكوجين في داخل الخليه لاونكوجينز، تمام، وهذا ممكن يؤدي الخليه في الحاله هذه تصير عباره عن ان كنترول سيلز من ناحيه السيل ريجوليشن او الجروت، هذا بولد عندنا التيومر. ان جنرال التيومر كتيومر classified as benign و malignant. benign معناته انه في عندي خلايا عبارة عن neoplastic cells، تمام، ولكن هذه الخلايا ما بتقدرش تعمل indefinite growth، يعني وكأنه بتقدر تقول عبارة عن خلايا محصورة in certain location certain area، فهي عبارة عن cancer cells صحيح لكن عبارة عن benign. اذا كانت cancer cells تصل لمرحلة نسميها malignant معناته انه في عندنا growth indefinite لهذه الخلايا، وفي نفس الوقت كمان بتعمل عملية metastasis، يعني هو كأنه بصير في عندي invasion للبلاد vessels وكذلك الى الليمف in general. بشكل او باخر نيجي نتحدث هنا عن نقطة. عادة الخلية، هذا كلام ذكرته لكم سابقا، بانه الخلية بتعيش بين مطرقة وسنديان شغلتين، اللي هو اول حاجة بنسميها او بسموها العلماء حاجة بسموها البروتو اونكوجين والتيومر سبريسور جين، تمام. انه ممكن يحصل عندنا في البروتو اونكوجينز الطبيعيه الموجوده عندنا، يعني جينز بتعطيني بروتينات، ممكن هذا البروتين يتمثل في جروت في هرمونز، يتمثل في ريسبتور، يتمثل في سيرتين كاينيز انزيم، كله ممكن نسميهم عباره عن ايش بروتو اونكوجينز. هذه البروتو اونكوجينز تتحول الى اونكوجين، بيحصل فيه عندنا نوع من الابرجوليشن لهذه البروتو اونكوجين، فحتتحول ما دام هذه الاشياء دخلت الخليه تو بي از نيو بلاستيك سيلز، معناته صار في عندنا هذه الجينز تحولت من بروتو اونكوجينز الى اونكوجينز، تمام. هذا الشغلة. الشغلة الثانية انه غير ما بيحصل عندي عملية الاب ريجوليشن ممكن يحصل عندي عملية داون ريجوليشن لمين؟ للجول كيبرز زي ما بسموه، اللي هم عبارة عن التيومر سبريسور جين. يعني احنا بنعرف انه في عنا تيومر سبريسور جين بيعمل عملية كنترول في الخلية، لو حصل في عنا دمج للخلية، الخلية هذه بيحصل لها يا اما يكون هناك ريبير يا اما تدخل الخلية على ميتوسيس. اذا البروتينات المسؤولة على أن الخلية تدخل في هذا الخط سواء كان ريبير أو أبتوسيس في ديفكت، معناته الخلية حتخرج عن النص، وهذا اللي حيحصل أنه حتكون الخلية as new plastic cells. السلايدز الموجودة عندنا هنا بوضح لي أنه أنا في عندي في إذا بتطلع على السلايدز عندنا نمبر A في عندنا تيومر سيلز، في B بتحس أنه في صار مالتيبليكيشن للسيلز، لازم ما زالت هي عبارة عن خلايا في مرحلة البناين. طلع عندك على C بتلاحظ أنه في عندنا الخلايا بدأت إيش تخرج من النص، يعني تخرج من الأريا الموجود عندنا، ويصير في عندنا نوع من انفيزيف لمين؟ لا لينفس أو سواء كان للبلاد فيزلز. في سلايدز نفسها في الفيجر نمبر دي تحس انه بدا يحصل عندنا عمليه انفيجن، يحصل عندنا عمليه الميتاستاسيس
لهذه الخلايا. على كل ان جنرال، ايش اللي بيخلينا نتجه انه يحصل عندنا هذا الامر ككانسر ان جنرال؟ هذا طبعا اكيد له ارضيه، انه انا ممكن الاحظ انه الجينز الموجوده عندي صار فيها اشكاليات، والاشكاليات هذه بتاعت الجينز سواء كان على مستوى البروتو اونكو جينز او على مستوى التيومر سبريسور جينز ممكن تأخذ عدة أوجه. ممكن يحصل عندنا ميوتيشن، طفرة معينة، يصير عندنا جين صار له أكتيفيشن بشكل كتير، طبعا ممكن يكون سببه كاينيز انزيمز and other factors. ممكن صار عندنا كلونال ترانسفورميشن امبليفيكيشن، وصار في عندنا امبليفيكيشن لهذا الجين بشكل او باخر نتيجه بروبلم حصلت عندنا في الخليه، او صار عندي كروموسومال ديليشن. يعني مثلا انا في عندي مثلا تيومر سبريسور جين فور اكزامبل، زي مثلا فور اكزامبل B53 ممكن حصل ديليشن للقطعه في هذا الكروموسوم اللي بتعطيني هذا الجين. هذا شغله. شغله ثانيه ممكن صار ترانسلوكيشن، انه الجين راح اخذ بوزيشن، وهذا البوزيشن خلاه يصير دائما في عندنا نوع من الترانسكريبشن الوغ. ممكن يحصل انه صار في عندنا اندكشن للالترا فايرت لاكس راديشن، تمام، وهذا اوجد عندي الاشكاليه. او بعض احيان فيروسز ممكن تعمل لي وتكون هي اسمها اونكوجينيك فيروس، هذه الفيروس من خلال الجينيتك ماتيريال تاعتها ممكن تيجي تقعد جنب سيرتين جينز وتحول البروتو اونكو جينز اللي احنا قلنا عنها از انورمال بروتو اونكو جينز تحول الى اونكو جين، وهذا اللي يسموها اونكوجينيك فيروس. طيب ان جنرال، ان جنرال التيومر انتيجنز او التيومر انتيجنز بتاعت اللي هو الكانسر سيلز جنرالي، تمام، هذول اكسبريست في التيومر سيلز. ممكن يحصل عندنا انه لهذا الانتيجينز يكونوا تقريبا نفسهم الخلايا او نفسهم الانتيجينات الموجوده عندي في النورمال سيلز، ولكن بشكل او باخر دي ار يعني فيري ليتل اور ماسك ان جنرال، تمام. ولكن خلينا نقول في عندنا ليميتيشن في الثريشولد بتاعهم، لكن ممكن يحصل عندنا، وهذا يتمثل مثلا عندنا في اكزامبل زي حاجه بسموها هيومن ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور، وهذا ممكن يكون موجود عندي سواء كان في الاوفيريا في الاوفري او في البريست، تمام، بتصير هايلي اكسبريس من هذه اللي هي الريسبتورز، معناته الايفكت بتاعت الهرمونز على هذه الريسبتورز حيكون في عندي الوت نتيجه الوت اوف ريسبتورز، وممكن يدخل الخليه في ان كنترول سيل بروليفريشن، تمام. هذا جانب من الجوانب. جانب ثاني انه ممكن الاحظ انه التيومر انتيجين فور اكزامبل في حاله الامبريونيك ستيج انه في عندنا سيرتين بروتينز بصير لهم اكسبريشن، لكن عاده في الوضع الطبيعي انه هذه الانتيجينز لما بيحصل في عندنا عمليه ديفلوبمنت للحياه وبصير ادلت الاكسبريشن بتاعت الانتيجينز هذه بتقل، تمام. لكن في حالة الكانسر ممكن تلاحظ انه سيرتين كانسر زي بانكرياتيك كانسر ليفر كانسر كانسر، تمام، انه ما زال هذا الاكسبريشن ستيل هاي، معناته في عندي سيرتين بروبلم بشكل او باخر. ممكن جانب اخر انه الجينز اللي بيعطيني نورمال انتيجنز على السيرفيس ممكن اعطاني طفره معينه، والطفره هذه اوجدت لي جين او اوجدت لي انتيجن والديفرنت شيب على السيرفيس. اذا هذه اوجه من اوجه اللي احنا بنقدر نقول عباره عن دلالات لمين؟ للكانسر سيلز. زي ما ذكرنا التيومر انتيجين جنرالي، وهذا تعتبر من ضمن الشغلات يمكن ذكرنا المره الماضيه في المحاضره اللي فاتت عمليه الانفيجن اميون انفيجن، وبالفعل من ضمن الشغلات بتاعت الاميون انفيجن للكانسر سيل ذا دي ار ويكلي اميونو جينيك بشكل او باخر. طيب خلينا نقول انه في عندنا نقطتين. النقطه الاولى في عندنا تو مين تايبس من التيومر انتيجين، تمام، عفوا، في عندنا تو مين تايبس اوف تيومر انتيجين، وكانه انت تيجي بتقول لي عمليه توصيف الانتيجينات بتاعت التيومر، نوع ممكن اقول عنه عباره عن تيومر سبيسيفيك ترانسبلانتيشن انتيجين زي او بسموه تي اس تي اي، تمام، وهدول عباره عن يونيك. يعني انا عندي مثلا كانسر بروستيت، عندي كانسر اوفري، كانسر ليفر، في عندنا سبيسيفيك انتيجين خصوصي لهذا الكانسر ممكن يحصل عندنا، وفي ممكن يحصل انه في عندنا انتيجينات في وجود الكانسر
انا بسموهم العلماء تيومر اسوشييتد ترانسبلانتيشن انتيجين. يعني مثلا قلنا عندنا في عندنا انتيجين اكس، انتيجين اكس في النورمال سيلز عندنا له ثريشولد نمبر مثلا له عدد معين، لكن في حاله ما صار الكانسر صار في عندنا تغير في هذا النمبر، فمعناته لوك لايك صار عندي اسوشيشن تمام من خلال البروبلم للخليه تحولت لنيوبلاستيك سيل، زود عندي عمليه الاكسبريشن لهذا الانتيجين. فهذا اللي بيحصل عندنا. عندنا السلايد اللي بعده بنلاحظ ان جنرال في عندنا طبعا قلنا تي اس تي اي وتي اي تي اي. فالسلايد عندنا نورمال سيلز، اوكي في عندنا هناك انتيجين للسيلف سيل سيلف بيبتايد للنورمال سيلز موجود عندي. في حاله ما بكون عندي بعض الاحيان بيحصل انه ميوتيشن. ايش يعني ميوتيشن؟ ميوتيشن جنريت نيو بيبتايد in class 1 MHC. ايش يعني mutation؟ وكأنه انا غيرت من البيبتايد، غيرت من الكونفورميشن بتاعتها، وكأنه صار عندي specificity، عشان يسموها tumor specific transplantation antigen. ممكن يحصل عندنا inappropriate expression للامبرينك جين. قلنا في عندنا certain جين تعطي مثلا الفا فيتو بروتين، معروف انه هذه بس لها هايلي برودكشن في حاله اللي هي الفيتس او حاله الامبرينك ستيج، لكن في حاله سيرتين كانسر ممكن نلاحظ هذه هايلي اكسبريست في موضوع الاونكوفيتال بيبتايد. عندنا حاجه ثانيه ممكن يحصل عندنا اوفر اكسبريشن لمين؟ لسيرتين انتيجين، متعارف عليه انه الانتيجين موجود على النورمال سيل، لكن لما تحولت الخليه لنيو بلاستيك سيل وجدنا انه في عندنا هايلي ثريشولد او هايلي اكسبريشن من هذه الانتيجينز على السيرفس. هذه الصوره هي عباره عن صوره تقريبا نفس الصوره السابقه في السلايد السابق، بس عمليه التوضيح بانه في عندنا هنا ميوتيشن، عندنا هنا اوفر اكسبريشن، عندنا هنا كمان حاجه ثالثه انه حاجه بيسموها عمليه البوست ترانسليشن موديفيكيشن. يعني ممكن يحصل انه في عندنا سيرتين بروتينز موجوده عندي، لكن هذه البروتينز ما صار لهم مش موديفيكيشن في النورمال سيل، لكن في حاله الكانسر ممكن صار موديفيكيشن، سواء كان فوسفوريليشن، ليبيد اديشن، شوجر اديشن، فصارت البريزنتيشن بتاعتها لها دخل بيكون جوجيتد معين، فمعناته وكانه صار عندنا موديفايد بروتين صار موجود عندنا على السيرفيس زي ما احنا شايفين في السلايدز الموجوده عندنا. طبعا هنا في السلايد هنا في هذا التيبل بقول لي انا في عندي تيومر انتيجنز تمام، والتيومر انتيجنز زي ما انت شايف عندنا في التيبل الموجود عندي في النيم في عندنا عده نيمز موجوده، وفي عندنا سيرتن انتيجنز ممكن تكون في سيفرال تايب اوف كانسر، وممكن يكون عندي سيرتن انتيجنز ان سبيسيفيك كانسر فور اكزامبل، يعني مثلا بي اس اي اللي هي البروستيت سبيسيفيك انتيجين او موجود عندي في البروستيت، لكن مثلا عندي كارسينو امبرينك انتيجين موجود عندي مثلا في اللونج، بانكرياس، في بريست، في كولون، في استومك، وهلم جرى. هذا من باب المعرفه في هذا الموضوع. هنا ذكر لي انه في عندنا بروتو اونكوجين، احنا قلنا انه في عندنا بروتو اونكوجين هذا عباره عن اسم متعارف عليه في النورمال سيلز، لكن البروتو اونكوجين حتتحول، وهي عندنا امثله منهم تمام، هذا من باب المعرفه برضه مش من باب الحفظ، انه هذه البروتو اونكوجين حتتحول الى ايش؟ الى اونكوجين. ايش بصير لها؟ ممكن يصير لها عده اوجه من الاشكاليات، ممكن يحصل عندنا جينيتيك ريارينجمنت، بوينت ميوتيشن، امبليفيكيشن، وهذا الكلام ممكن يحصل من عده شغلات. ممكن صار عندي ترانسلوكيشن زي ما ذكرنا من كروموسوم الى اخر بشكل او باخر، زي ما يحصل عندي هنا في عندنا ترانسلوكيشن مثلا من 8 كروموسوم 8 جين معين راح على كروموسوم 14، بيحصل من 8 ل 2 او من 8 ل 22. هذا الترانسلوكيشن ادى انه في الاخر يحصل عندنا سيرتين تشينج في الاكسبريشن بتاع سيرتين جينز. ممكن يحصل عندنا عده امراض زي ما هو عندنا بيركتس لينفوما، او عندنا اللي هي عباره عن كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا. جنرالي في البروتو اونكوجينز، ما زلنا احنا في البروتو اونكوجينز، بتتحول لمنطق الاونكوجين تمام. يعني بمعنى احنا قلنا البروتو اونكوجينز ممكن يكون عباره عن جروث فاكتورز، ممكن يكون ريسبتور، ممكن يكون كاينيز انزيم، ممكن يكون ترانسكريبشنال فاكتور. وهذا اللي بيحصل انه الخليه نورمال سيل تتعرض لجروث فاكتور، عندها ريسبتور، عندها سيجنال ترانزكشن من خلال كاينيزز، وعندها ترانسكريبشنال فاكتورز
تمام. هذا في حاله ما تكون عندي نيوبلاستيك، تحس انه في عندنا الجروت فاكتور ممكن يزيدوا بشكل او باخر، يكون عند الريسبتورز يزيدوا بشكل او باخر، تمام، ترانزدكشن يزيد، تمام، انه دائما في عندنا اكتيفيشن لسيرتين كاينيزز، او ممكن يكون عندنا دائما في عندنا اكتيفيشن لسيرتين ترانسكريبشن فاكتورز. الصوره هذه يمكن مرت علينا في موضوع المولكيولار بيولوجي، بيجي تعطيني اشعار بقول لي احنا تيومر سابرسور جينز او تيومر سابرسور بروتين زي بي 53 هو على راس التيومر سابرسور جينز. التيومر سابرسور جين هذا لو صار فيه عندنا ديفكت ايش معناته؟ معناته الخليه حتدخل في مشاكل، بمعنى لو لا قدر الله الخليه صار لها النورمال سيل بروبلم، تمام، نوع من الدي ان اي ده زي ما احنا عارفين، بيحصل اكتيفيشن للبي 53. البي 53 بدوره بشكل مختصر هيعمل الخليه تتجه اتجاهين، عمليه الريبير، وما صارش هناك ريبير للخليه للدي ان اي دامج هيدخل الخليه في موضوع ابوبتوسيس، تمام. لكن ممكن يحصل انه هذا البي 53 فيه دامج صار، فمعناته مش هيحصل لا ريبير، تمام، ولا ممكن يحصل عندي ابوبتوسيس، يعني الخليه تكون في انتي ابوبتوسيس وهلم جره وندخل على موضوع اللي هو ايش مالجنان تيومر. السلايد هذه صحيح يعني فيها نوع من الشمول في موضوع الإيفيجن. ذكرنا موضوع الإيفيجن هي عبارة عن كلمة ذكرنا في موضوع الباتوجينيسيتي في موضوع البكتيريا والفيروس والباراسايت. هنا نيجي نطلع إنه في عنا كمان سكيب، يعني في عنا إيفيجن. إيش يعني أوجه الإيفيجن بتاعت الكانسر سيلز؟ أوجه الإيفيجن زي ما إحنا شايفين، خلينا نطلع مع بعض إنه في عنا فيلير of the tumor to provide suitable target، يعني انا مش قادر اعطيك او خلينا اقول ابريك هي immune cells. انا ايش في عندي lack of antigen epitope، ما احنا ذكرنا انه من ضمن الشغلات المهمه في موضوع escape انه في عندنا leak في الاكسبريشن للانتيجين على السيرفيس. كمان انا عندي كانسر، الكانسر حيمنع عمليه البرزنتيشن للام اتش سي على السطح، برضه نفس القضيه. كمان حاول اعيق عمليه البروسينج للانتيجنز بتاعت السيلز، انتيجين بتاعت السيلز، هعمل ميليوليشن، تمام، هعمل ماسكينج، ممكن يكون في عندي سيرتين انتيجين على السيرفيس صار لهم ماسكينج باي سيرتين شوجرز او بسيليك اسيد او ما شابه ذلك، تمام، او ممكن انا الباتوي بتاعت اللي هي السيرتين تيومر سيدال افكت اعمل له عمليه نوع من البلوك بشكل او باخر، او اعمل له عمليه ريجكشن من خلال طبعا ايش، من خلال طبعا جين موجوده عندي في داخل التيومر سيلز، تمام. هذا الشغل جانب. جانب ثاني انه في عندنا فيلير انه احنا نخلي الاميون سيلز تو بي ريسبونسيف فور ذا تيومر، وقلنا كلام تقريبا يعني مشابه انه ما دام انا بدي امنعك تكون immune responsive، ما دام ما فيش عندي antigen epitope كيف بدي يصير عندي عمليه activation ويصير عمليه نوع من الابتيك للانتيجنز او يصير في عندنا نوع من الاتاك، اذا هذه مشكله. ديكريز الام اتش سي برضه نفس القضيه، expression lack of costimulatory signals، يعني ممكن انا ككانسر سيلز اعمل عمليه سبريشن للكوستيمولاتري مولكولز فور اكزامبل، او انا يكون عندي سيتوكاينز بتطلع مني كليتيومر سيلز بقول لخلايا الاميون جو تو ميك سبريست، تمام، او بعمل انا شيدنج بشكل او باخر، او بعمل انا للتي سيل سيجنال ديفكت بشكل او باخر، ان ما يكونش في عندها نوع من السيجنال او احبط السيجنال ترانس داكشن في هذا الموضوع، تمام. اذا هذا امر موجود عندنا بالنسبه لموضوع الكانسر. الشغله الثانيه لها علاقه في الهوست، تمام، انه في عندنا اميون سبريشن للهوست، تمام، انه ممكن ادخل اميون سبريشن اور ديفيشنسي اوف ذا هوست انكلودينج ابوبتوسيس، ادخل على الهوست على ابوبتوسيس اند سيجنال ديفكت، تمام، نتيجه انه الاكتيفيتي بتاعت الكانسر عملت هذا الحدث لهذه الخلايا. الشغلة الثانية قلنا في عندنا ديفيشنسي في البريزنتيشن في التيومر انتيجين، تمام، يعني انت انتيجين بريزنتنج سيل مش هتعمل عملية بريزنتيشن لهذا الكم من الانتيجين انه يقدر يعمل عملية ستيميليشن للتي سيلز فور اكزامبل، تمام، ممكن انا اعمل بارير حواليا بحيث ما يكونش في عندي انفلتريشن لمين؟ للاميون سيلز، تمام، ممكن يحصل عندنا نوع من الفيلير للايش للهوست، تمام، ممكن يحصل عندنا فيلير بشكل او باخر انه الخلايا مش قادره تعمل بنتريشن لهذا التيومر سايت.
بشكل عام وجدوا كمان انه ممكن يحصل يعني مختصر لهذه السلايد انه بنعرف احنا في هناك عملية interaction between fast and fast ligand. فممكن يصير عندي انه السام تيومرز كان اكسبريس فاست ليجن، تمام، وهذا الفاست ليجن عندما تاتي الخلايا، فرضا الخلايا عملت كونتاكت مع التي سيل، تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره، انه ممكن التيومر سيل يدخل الخليه السيتوتوكسيك سيلز اللي جاي تعمل عمليه اتاك للتيومر، يدخل اياهم على مين؟ على ابوبتوسيس، من خلال الكونتاكت اوف ذا فاست ليجن على التيومر سيل مع الفاست على التي سيل. او العكس كمان، لو كان عندي انا فاست ليجند على تيومر على الانتيجين بريزنتنج سيل، لو بدها تيجي مثلا تتطاوش مع هذه الخلايا تعملها برضو عمليه ايش؟ ابوبتوسيس، وهنا بصير في عنا نوع من السكيل. ان جنرال الكانسر في موضوع الاميون انفيجن، يعني نوع بس من التاكيد، انه عاده بيحصل عنا عده اوجه من الاشكاليات، داون ريجوليشن زي ما ذكرنا، تمام. الشغلة الثانية بصير في نوع من ايش؟ توجيه، بمعنى اصح انه الريجوليتري سيل، تمام، اوكي، بدورها حيصير لها دايركشنينج من خلال الاكتيفيشن بتاع التيومر سيلز من خلال سيتوكاينز بتنتجهم لمين؟ لا التي ريجوليتري سيلز، وبدور هذه التي ريجوليتري سيلز هتعمل عمليه تحبيط للانتيجين بريزنتنج سيل من خلال سيتوكاينز تنتجهم زي انترلوكين 10 او ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، وتعمل عمليه تحبيط للدنتريتك سيل، لماكروفيج، وكذلك للاميون سيلز. شغله اخرى كمان انه ممكن يحصل عباره عن انتاج لترانسفورمينج، قلنا جروث فاكتور بيتا، تروح كمان تزيد توسع من الكانسر سيل من خلال فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور او اندول امين ديكسوجينيز انزيم اللي بيمنع عمليه الاكتيفيشن للتي سيلز من خلال تحبيط التريبتوفان سينثيسز، او ممكن هذه الكانسر سيل تعمل عنا انتاج لانترلوكين 10. شغله ثانيه وشغله رابعه كمان في هذا الحديث، انه ممكن يحصل مره اخرى اللي هو عبارة عن upregulation على الكانسر سيل لمين؟ لسيرتين ليجان بسموه programmed ليجان، وكذلك الفاست ليجان. هدول طبعا بيكونوا على سطح التيومر سيل. لو اجت خلية اللي هي تي سيل بدها تعمل اتاك اللي هي السيتوتوكسيك سيلز، اكيد في عندهم ايش؟ ريسبتور لهذه الليجان، تمام، وحيحصل نوع من ادخال الخلايا على الديت، تمام، وهيك بصير عندنا هروب بشكل او باخر، تمام. وممكن يحصل عندنا انه التيومر سيل من خلال السيتوكاينز اللي بتفرزهم تحفز الريجوليتري سيل، بحيث انه الريجوليتري سيل، انت يا ريجوليتري سيل طلعي لي ايش؟ سي تي ال اي 4، تمام، وممكن تطلع لي كمان ال اي جي 3 مولكيولز. هذول موجودين زي ما احنا عندنا في السلايد هذه، LAG3 for example، هنا عندنا regulatory cell هتعمل contact مع مين؟ مع antigen representing cell عند high expression of CTLA4، فممكن لو شبك مع CD8T86 هيعمل suppression للantigen representing cell. وكذلك يقال انه في عندنا molecules LAG3 هذا بيعمل عملية attack او binding على الـ MHC class، تمام، وكذلك على الـ T cell receptor، تمام، وحيعمل عملية سبريس لمين؟ للأكتيفيشن للتي هيلبر سيل، تمام، بحيث أنه يحصل نوع من السبريشن. ما دام التي هيلبر سيل صار لها سبريشن، التي سيتوتوكسيك برضه حيصير لها سبريشن. هذا شغلة. الشغلة الثانية أنه كمان التي ريجوليتري سيل بدورها حتطلع انترلوكين 10، حتطلع عندي ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، وحتعمل عندي كمان سبريشن لمين؟ لا اللي هي التي هيلبر سيل. هنا عندنا دياجرام بوضح لي، بقول لي انه ممكن يحصل عندي، طبعا اذا بتتابع الفيجر، انه صار عندي هناك داون ريجوليشن على الام ات سي كلاس 1، داون ريجوليشن على الام ات سي كلاس 1، وبمعنى اصح
انه ما دام عندي داون ريجوليشن على ام اتش سي كلاس 1 في السيل، لو اجت السي دي 8 سيل بدات تلتقي، ممكن تلتقي مع ام اتش سي كلاس، لكن النمبر از فيري لو. كميه الثريشولد بتاعه هذا الام اتش سي كلاس على الخليه على اساس انه يحصل عمليه الثريشولد، يصير عندي اكتيفيشن للسي دي 8 سايتوكسيك سيلز، ممكن يكون عندي فيري ويك، وهيك بيحصل انه يكون عندي اسكيب من الاميون ريسبونس. خلينا نطلع هنا ان جنرال من التراديشنال المتعارف عليه في اللابس، انه في عندنا سيرتن موليكولز بنعملهم عمليه ايفالويشن موجوده عندها في اللابس ان جنرال، يستخدموا فيه منهم. تمام، ممكن يصير هناك انفستيجيشن لمايلوما بروتينز في المالتيبل مايلوما فور اكزامبل، زي البنز جونز بروتين في المالتيبل مايلوما، ممكن يصير في ديتكشن عندنا الالفا فيتو بروتين، احنا قلنا ممكن هذا يزيد. تمام، زي ما انه عندنا البنز جونز بروتين بيزيد في عنده سيرتن ديزيز. تمام، هذا ممكن يحصل عندنا لانه الفا فيتو بروتين فور اكزامبل عاده موجود عندنا هايلي ان امبريونيك ستيج، لكن ممكن ايش يحصل عندنا في حال بكون عندي ليفر كانسر، يزيد عندي بشكل او باخر، بحيث انه يصل ل 500 الى 1000 نانو جرام بير ام ال. كمان عندي كارسينوم بيريونيك انتيجين برضه ممكن يزيد عندنا في حاله كولون كانسر، ممكن يزيد بشكل او باخر. تمام، انه ممكن يصل ل مور ذان 2.5 نانو جرام بير ام ال. بي اس اي انتيجين بروستيت سبيسيفيك انتيجين ممكن يصل لاكثر من 10 نانو جرام بير ام ال، وهذا دلاله على انه في عندنا مشاكل للبروستيت. ولكن صحيح هم عباره عن يعني دايجنوستيك، ولكن ممكن تكون برضه بيحصل عندي عمليه الفولس، انه ما يكونش في عندي نوع من السبيسيفيسيتي في هذا الموضوع. كانسر انتيجين 125 في الاوفيريان ممكن يكون موجود، لكن ممكن يكون في اذر كانسرز موجود عندنا هذا الكانسر انتيجين 125. في عندنا اذر مونوكلونال انتي بادي بيسموه بي 72.3 ممكن يكون موجود في خلال يكون عندنا نوع من انواع الكارسينوما في البانكري بانك كارسينوما. ممكن الان مور هايلي سبيسيفيك نعمل عمليه تحديد للمايكرو ار ان اي، يعني الان في بعض من المستشفيات اللي عندها ادفانس تكنولوجي بيعملوا انفستيجيشن لسيرتين كانسر باي سيرتين مايكرو ار ان اي. ممكن احنا عندنا خلفيه ايش معناته مايكرو ار ان اي، وفي هناك مايكرو ار ان اي طبعا نمبرنج الوت، في عندنا سيرتين مايكرو ار ان اي ممكن نلاحظهم بيزيدوا في سيرتين كانسر فور اكزامبل في البريست كانسر، ممكن يكون عندنا سيرتين مايكرو ار ان اي بيقلوا في سيرتين كانسر، فهدول ممكن يكونوا عباره عن دلاله لمين؟ لطبيعه اللي هو المونيتورنج للكانسر اللي احنا عايزين نعمله انفستيجيشن ان جنرال. لو جينا نطلع بشكل او باخر على موضوع الاميون ريسبونس اجينست كانسر، طبيعي الميور ريسبونس هناك اميور ريسبونس، لكن هل بنقدر نقول وصلنا لمرحله ان الميور ريسبونس قدر يتخلص؟ نو ولكن هناك عده اوجه من هذا الاميور ريسبونس. طبعا امور عامه احنا عارفينها، انتي بودي برودكشن، طبعا في عندنا انتي بودي برودكشن، لو انا في عندي ليكويد تيومر سيلز ممكن يكون عندي ليمفوما سيلز، ممكن يكون عندي مثلا ليمفوما سيلز ويكون نوعا ما سوليد تيومر لوكيميا سيلز اند سو اون. لو كان عندي هناك انتيجنز موجوده على السيرفيس طبعا اكيد فورين انتيجن ممكن يصير لهم اتاك من خلال الانتي بودي سواء كان اي جي ام او اي جي جي، بمعنى انه ممكن يصير هناك ارتباط، يصير عندي عمليه اوبزنايزيشن وفاجوسايتوسيس. ممكن كما يقال بعض احيانا بيحصل انه الانتي بودي ممكن تشبك على هذه الخلايا وتمنع عمليه وجود ادهيجن بروبابيلتي لمين التيومر سيلز، يعني احنا عارفين التيومر سيلز بتحاول تعمل جروبينج وتعمل كلونينج توجذر، فممكن الانتي بودي تحاول تمنع عمليه الادهيجن بروسيس للتيومر سيلز توجذر عشان يشكلوا لي بوبيوليشن جديده ويعملوا لي بلاد فيزلز جديده ويعملوا لي نوع من الماس في سيرتين لوكيشن. السيل ميديتد اميون ريسبونس هذا الكلام مش عايز اتحدث فيه لانه اوريدي انه في عندي ممكن يحصل اتاك للسيل ميديتد اميونيتي سيل زي السي سيتوكسيك لهذا الجانب. في عندنا انتي بودي ديبندنت سيل ميديت سيتوكسيستي، برضه هذا مفهوم ايش معنات المصطلح هذا تحدثنا عنه بشكل كبير. شغله ثانيه ممكن يكون عندي هايلي برودكشن من التيومر نيكروسيس فاكتور الفا والانترفيرون جاما، مالهم هذول؟ ممكن ياتوا على التيومر سيل
ويقول للتيومر سيل يلا زودي لي ام ات سي كلاس 1 و 2 اعمل لي برزنتيشن لانه انا عايز اعمل اتاك لك. تمام، ممكن يحصل عندنا هذا الامر، او ممكن نخلي الخليه بتاعت التيومر تدخل على موضوع ابوبتوسيس، او يكون في عندها نوع من الشيخوخه اللي بنسميها سينسنس. النيتشر كيلر سيل متعارف عليه، النيتشر كيلر سيل والكلام هذا واضح بالنسبه لكم انه من ضمن الفانكشن بتاعت النيتشر كيلر سيل ممكن تشتغل اي دي سي سي، وكذلك ممكن تشتغل ايش من خلال اتاك للكانسر سيل. ليش؟ لانه احنا قلنا من ضمن الصفات بتاعت الكانسر سيل انه بيحصل عندي سبريشن لمين؟ للام اتش سي كلاس 1. او والام اتش سي كلاس 1 عباره عن انهبيتور لمين؟ للنيتشر كيلر سيل اكتيفيتي. فاختفت الام اتش سي كلاس 1، فمعناته ممكن انا اشغل النيتشر كيلر سيل من خلال كيلر اكتيفيتنج ليجنز، تمام، على النيتشر كيلر سيلز ويعمل عمليه اتاك. وكذلك النيتشر كيلر سيلز ممكن تخرج عندنا تيومر نيكروسيس فاكتور الفا، ويتش برضو انديوس هذا التيومر نيكروسيس فاكتور الفا، يخلي خلايا التيومر ومنطقه البلاد فيزل تصير لها هيموريج. ممكن ندخل كانسر سيل في خلال عمليه طبعا التيومر، يحصل عندنا نيكروسيس لهذا التيومر. طيب هذا عبارة عن يعني توضيح ونوع من ملخص لطبيعة الاميون ميكانيزم اجينست كانسر. في موضوع الاميونوثيرابي، صحيح الحديد اميونوثيرابي طبعا له سايد افكت، ولكن يستخدم الاميونوثيرابي كاميونوثيرابي، مستخدم طبعا في عنا كيموثيرابي، يستخدم راديوثيرابي، ممكن يستخدم عنا طبعا سيرجري. كل هذه عبارة عن بروسيسز تستخدم في عملية التعامل مع الكانسر. من خلال الصورة هذه لو بنطلع، اعتبر عندي هنا الكانسر سيل موجودة، ممكن نستمر الشغل عليها من خلال ADCC، يعني يكون في هناك عندي أنتيبادي روحي، يصير عندنا عملية اللي هو ارتباط الأنتيبادي مع هذه الكانسر سيل، وتشتغل عندنا الخلايا اللي ممكن تشتغل عن طريق ADCC. ممكن يصير عملية إعطاء أنتيبادي يكون عبارة عن بيزك بايفيزيك أنتيبادي، يعني أنتيبادي له تو ايديوتايبس، ايديوتايب بيشبك على الانتيجين، وايديوتايب بيشبك على مين؟ على النيتشر كيلر سيل. يصير عندنا العملية هي ارتباط، ومن خلاله النيتشر كيلر سيل ممكن تعمل عملية الكيلينج من خلال بيرفورين والجرانزيمز، ممكن يحصل. أو ممكن يكون عندي مثلا ندخل التيومر على أبوبتوسيس من خلال، أو ممكن يكون عندي عفوا اللي هو انه السيتوتوكسيك سيلز تقرب من التيومر سيلز من خلال ارتباط انتيبادي على السي دي 3 بتاعت السي دي سيتوتوكسيك سيلز مع الانتيجين بتاع اللي هو الكانسر سيلز. ممكن يحصل انه كومبلمنتري دي ان اي، ايش يعني؟ انه احنا نعطي الانتيجين بريزنتنج سيلز دي ان اي من خلال مثلا فيكتور، ويصير في عندنا ايش اكسبريشن لهذا الانتيجين بتاعت الكانسر سيل على السيرفيس الوت، مما يحفز السيتوتوكسيك سيلز. او يلا يا سيتوتوكسيك سيلز تحفزي وادخل عندي على الجسم بتاعت الكانسر بيشنت، تمام، ويصير عمليه اتاك لمين؟ للكانسر سيل. ممكن احنا كمان نحفز الانتيجين بريزنتنج سيل او الدنتريتك سيل، بنطلع المونوسايت برا وبنعملها ماتشوريشن عشان تصير عندي دنتريتك سيل، وبنعملها انكوبيشن مع لايسيت بروتين معين تاعت الكانسر، تمام، وبعد هيك بندخل الانتيجين بريزنتنج سيل او الدندريتك سيل مره اخرى على الجسم، وممكن تعمل عمليه اتاك لمين؟ للكانسر سيل بشكل او باخر. في هناك عده طرق اخرى كترايل اكسبيرمنتال، انه ممكن انت الكانسر سيل تروح تحط فيه عباره عن فيكتورز، وهذه الفيكتورز حملها لي كوستوميلاتري موليكول جين، وبيحصل عملية اكسبريشن لهذه الكوستوميلاتري موليكولز، مما يزود الكوستوميلاتري موليكولز على السيرفيس، وهذا حيساعد في عملية الاتاك بتاع مين؟ السيتوتوكسيك تي لمفوسايت لهذا الجانب. في تفكير اخر انه ممكن انت تعطي فيكتور جواها جين بيعطيك جي ام سي اس اف، جي ام سي اس اف هذه طبعا الفيكتورز هذا بتدخلوا عندك على تيومر سيلز، وبصير عندنا عملية برودكشن لجي ام سي اس اف الوت، وبصير عندنا ريليزنج للجي ام سي اس اف، وبدوره هذا حيروح على البون مارو وحيقول للبون مارو يلا يا بون مارو انتج لي مونوسايت، انتج لي جرانيولوسايت الوت، على اساس يعملوا لي عمليه ايش؟ الاتاك الموجود عندنا، وينشط الانتيجين بريزنتنج سيل، والانتيجين بريزنتنج سيل بدورها حتنشط اللي هو السيتوتوكسيك سيلز، او مثلا تنشط عندي تي هيلبر سيل على اساس يحصل عمليه الاتاك.
هذا بالنسبة لهذا الأمر. طبعا هنا رسمة بتوضح لي أنه الكانسر بشكل عام الثربي بتاعه ممكن يدخل سيرجري، ممكن يدخل ريديوثربي، كيموثربي تعنى سايد افكت، والميونوثربي برضو له سايد افكت في هذا الجانب. الصايب جيب تقريبا سنتين، العلماء أخذوا جائزة نوبل أو تقريبا سنتين ثلاثة على عملية الإيفاليويشن والنوع من الإفكت بتاع إيش؟ إنه نعمل عملية إنهيبيشن للإميون تشيك بوينت. إيش يعني إميون تشيك بوينت؟ يعني إحنا بنعرف إنه الخلايا بتاعت الدنتريتك سيل هي بترتبط عليها التي سيلز التوكسيك سيلز عشان يحصلها اكتيفيشن بشكل او باخر. فايش بيعملوا؟ بروح بيعطوا انتي بودي. هذا الانتي بودي احنا بنعرف انه التي سيل بنيها تصير اكتيف بمعنى كلمه اكتيف، ولكن طبعا عند ليميت معين لابد يكون عندنا سبريشن. فمن ضمن الامور اللي بتعمل سبريشن للتي سيل اللي هو وجود السيتوبلازميك تي ليمفوسايت انتيجين 4، تمام. فلما بيشبك على الكوستوميلاتير موليكولز الموجودة عندي ممكن يعملها سابريشن. فايش بروح بيعطوا انتي بادي عشان هذا الانتي بادي يشبك لي على السي تي ال 4 ويمنع عملية تحبيط تي سايتوكسيك عشان تضلها دائما ايش نشيطة. هذه من ضمن الشغلات اللي حاولوا يستخدموها في الاميون ثيرابي، انه يعملوا بلوكيد لمين؟ للسي تي ال 4، وهذا اسم العلاج الموجود. شغلة تانية قالوا في هناك علاج اخر انه احنا بنعطي انتي بودي لبي دي 1. ايش يعني؟ تتذكروا قبل يعني فتره بسيطه تحدثنا يعني دقائق انه في عندي انا الانتيجين او الكانسر سيل عليها على السطح بروجرام ديد ليجند اللي هو بتمثل هنا، وبشبك على البروجرام ديد 1 ممكن يدخل السيتوتوكسيك سيلز على ايش؟ على ابوبتوسيس. فايش بروح بيعطوا؟ بيعطوا انتي بادي بحيث يعمل بلوك لمين؟ للبي دي 1، بحيث ما يشتبكش مع الليجند بتاعه ويخلي موضوع انه السيتوتوكسيك سيل تشتغل وتاخذ راحتها في عمليه الاتاك لمين؟ للكانسر سيل. وهذا من ضمن العلاجات اللي بالفعل كان لها نوع من التاثير نوعا ما، وصار هناك يعني صحيح هناك فوز بجائزه نوبل من قبل العلماء اللي ساعدوا في تطوير هذا الانتي بادي اجينست السي تي ال 4 وكذلك البروجرام ديد ليجن ديد 1. هذا عباره عن مثال توضيحي انه الفيكتور ممكن ندخله على التيومر سيلز ويحصل عندنا عمليه البريزنتيشن للانتيجين ذات وي ار انترستد ان في هذا الجانب، او سواء كان كانسر سيل او سواء كان عندي انتيجين بريزنتنج سيلز. النقطه الاخيره في هذا الموضوع اللي حاب احكيه بشكل توضيحي انه الاهل لما يكون عندي انا انفكشن، تمام، الانفكشن طبعا انا بعرف سواء كان فايرال بكتيريال او مسكون باراسايتك، في الاخر هيحصل عندي نوع من وجود ميموري. هاي في الاخر في عندي ميموري، ولكن الصحيح وهذا من ضمن الشغلات اللي العلماء بالفعل بيحاولوا يبحثوا عليها جاهدة، انه هل احنا بامكاننا نعمل ميموري للتيومر ولا يعني نروح نعمل فاكسين للتيومر سيل للناس، تيومر اكس تيومر واي تيومر زد، نعمل له فاكسينيشن على أساس نعمل له تيومر ميموري، تمام. هذا الامر ما زال عندنا كويشنبل، وما زال في عندنا مشكله في هذا الامر. واحنا قلنا ليش في عندنا كويشنبل في هذا الامر وكويشنبل؟ لانه سيلف انتيجين هم نفسهم بتاعت اللي موجودين على تيومر انتيجين، هذا جانب. والجانب الثاني ممكن يكون عندي الانتيجينات عباره عن كربوهيدرات، والكربوهيدرات بشكل او باخر مش حصير لها برزنتيشن على الام اتش سي كلاس، ومش هتعمل عمليه برزنتيشن واكتيفيشن للبي سيل عشان تاخذ ميموري ستايل. فهذا مختصر لهذه السلايد انه عمليه الميموري حيكون في عندنا مشكله فيها، ولكن لو بالفعل قدروا العلماء يصلوا الى صيغه ميموري للكانسر سيل بالفعل بيكون وضعه ايديهم على يعني شيء تمام، انه تصير تعمل فاكسينيشن زي ما انت بتعمل فاكسينيشن للتشيلدرن من خلال حصبه، من خلال بوليو او اذرز، تمام. ممكن يحصل عندنا عمليه اللي هو وجود فاكسينيشن لسيرتين كانسر ذات كان بي مور يعني انسيدنس فيها سيرتين لوكيشن. بهذا بنكون انتهينا من المحاضرة رقم 2 تتعلق بالكانسر إيمونولوجي معذرة للسرعة، ولكن بحب أضيف إذا في هناك أي تعليق أو أي سؤال سواء كان المحاضرة هذه أو المحاضرات القادمة أو المحاضرة السابقة، يريد في التعليق إن شاء الله راح يكون اللي ممكن تعلقيه على اللي حبعت لك طبعا هذه المحاضرات لاحقا على اللي هو اليوتيوب،
تمام. وها هيحصل هناك اي كومنت، هيكون هناك ان شاء الله مراجعه لهذه الكومنت او لاي سؤال ممكن يسال ليتر اون ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.